الهنا على حضراتكم مره كمان، وخلينا دلوقتي نروح لفقره الاخبار مع زميلتنا العزيزه جدا في الاستوديو موجوده هنا ابو القاسم، وحتى قدم لنا قراءه في ابرز الاخبار النهارده. هنا مساء الهنا عليكي، ازيك؟ ازيك يا نهاوند، برحب بيكي وبرحب طبعا بيكي يا كريم، وسعيده جدا بقى ان انا معاكم النهارده في الاستوديو. مرة دي حقيقه، انت دايما عبر الشاشات في يعني سكايب او لايف، لكن النهارده انت معانا منورانا، واكيد انت معاكي اخبار كتيره جدا مختلفه، اتفضلي. اكيد طبعا، بس قبل ما ابدا كلامي حابه طبعا اهنئ جمهور الاهلي كله بعد طبعا تتويجنا بلقب كاس مصر، يمكن دي اول مره اطلع بعد التتويج، فطبعا حابه ابارك لهم وكمان ابارك لكم، وكمان بقى خليني ابارك لك يا نهاوند طبعا بعد الفوز في مباراه امبارح. كان في شغل محترم بيحصل. صح، وجبتي فاني حاجه تخيلت ان انت تتفرجي لي على فيديو. ايوه انا ابهرت نفسي. عايز اقول لك يا هنا، انا شفت الفيديو ده قبل ما ندخل على الهواء بدقائق معدوده، وبعدين ايه كان في حوار داير ما بين نهاوند وشرزبه من الزملاء، انا فاكر ان الكلام على حد تاني يعني، فاهم ازاي؟ انا تعرف اللي كنت لسه بحكي لك، رمضان الواحد مش مستوعب، لا قبل الفطار مستوعب. أيوة ولا بعد. بتلعب ماتشات كوره يا حضرات، وبتجيب جوال يا حضرات، وبتحسم لقاءات يا حضرات، شغل عالي بيحصل. هو اللي حسم كمان. ايوه الفريق بتاع طبعا كانت دوره جميله جدا رمضانيه يعني، للشركه المتحده كانت عاملاها، وشاركنا فيها زملاء كتيره جدا. حلوه وكانت وكره يعني كره القدم النسائيه في مصر، انت عارفه هنا برضو الفترات او السنوات الاخيره، وهنتكلم تحديدا عن النادي الاهلي، فكره هنا كمان الاكاديميات، وان شاء الله يبقى عندنا ناشئين ويبقى عندنا فريق اول، في طفره مختلفه، في نظره كمان مختلفه من المجتمع لفكره المراه اللي تقدر تلعب كوره، ممكن ان هي تعمل حاجه. طبعا احنا كنا مش محترفات خالص على قدنا يعني، ليه بقى في جول جه وكل الناس بس والله الجول اللي انا جبته كان حلو ده على يدي، كان في اشادات واسعه الحمد لله يعني. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده، ونروح للخبر الاول المتعلق بالنادي الاهلي. والاهلي يحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي للانديه للشهر الثاني على التوالي. اصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ترتيب الانديه على مستوى العالم لشهر ابريل، والتي شهدت مركزا متقدما للنادي الاهلي بعد النتائج الجيده التي قدمها خلال الفتره الاخيره، ونجح الاهلي في التاهل للدور الربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، بجانب حصده للقب كاس مصر بعد التغلب على بيراميدز وتصدره جدول منافسات الدوري الممتاز. وفقا بقى للتصنيف شهر ابريل، تواجد الاهلي في المركز التاسع على مستوى العالم، ليتفوق على عده انديه كبيره وعلى راسهم برشلونه الاسباني، وبايرن ميونخ الالماني، ونابولي وانتر الايطالي، وكمان مانشستر يونايتد الانجليزي، وبيحافظ على المركز التاسع للشهر الثاني على التوالي. اما على بقى المستوى الافريقي، فبيحتل الاهلي المركز الاول متفوقا على الوداد الرياضي المغربي صاحب المركز الثاني. يعني الحقيقه ان النادي الاهلي دايما بيشرفنا التاسع عالميا الاول افريقيا، وده حاجه الحقيقه بتدعو للفخر لينا كلنا طبعا كاهلاويه. اكيد اكيد اكيد. وصحفيا بقى كان ايه يعني، ايه اللي اتقال في الفتره الاخيره؟ مظبوط يا كريم. خلينا بقى نروح للخبر الثاني، والمتعلق بصحيفه بلاك السويسريه، والاهلي تحت قياده كولر بيعمل مثل الساعه. لسه اصداء فوز الاهلي بكاس مصر مستمره معانا. النهارده صحيفه بلاك السويسريه اتكلمت عن فوز مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بلقب كاس مصر للمره ال 38 في تاريخ النادي، وكمان قالت الصحيفه ان كولر صاحب ال 62 عام نجح في تحقيق لقبه الثاني مع النادي الاهلي بعد توالي منصب المدير الفني خلال الفتره الماضيه. قدر طبعا يفوز على فريق بيراميدز بعد اللجوء للوقت الاضافي، واضافت صحيفه انه منذ مجيء كولر والاهلي بيعمل مثل الساعه، حيث توج بلقب كاس مصر وتاهل لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا مواجهه الرجاء المغربي، فضلا عن تربعه على قمه ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطه من 19 مباراة. يعني طبعا بنتمنى للأهلي كل التوفيق في البطولات القادمة، هم الحقيقة حاطين يعني هدف الموسم ده ان هم يحصدوا جميع البطولات، فطبعا كل التوفيق. احنا ماشيين في الطريق كده اعتقد مظبوط، وخطواتنا ثابتة، وعندك تطوير كمان او عند حضراتكم لو طبعا متابعين الرياضات المختلفة، انا مش هتكلم بس عن كرة القدم، في تطور وفي تطوير كويس جدا في الأداء عندنا، انا اعتقد ان الموضوع كده مبشر او احنا ماشيين بخطوات سليمة، فبالتوفيق ان شاء الله زي ما انت بتقولي يا هنا. مظبوط يا هنا، خلينا نروح
نروح بقى للخبر القادم معانا، ولسه مستمرين مع اخبار النادي الاهلي، والجمهور بيترقب اعلان ملعب مباراه كاس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. بخلاف مباريات الاهلي في الدوري، عندنا طبعا ماتشين مهمين الايام الجايه، وتحديدا بعد رمضان هيكون المباراه الاولى مباراه السوبر المصري امام الزمالك، هتكون يوم 5 مايو، وكمان مباراه الرجاء في دوري ابطال افريقيا وهتكون يوم 22 ابريل. طبعا بنتمنى ان يكون في حضور جماهيري كبير، وكمان الجمهور يقدم بقى ملحمه رائعه ولوحه فنيه عظيمه لمشجعي الاهلي، زي طبعا ما كنا شفنا في مباراه الهلال السوداني. اما بالنسبه لمباراه السوبر المصري واللي هتقام يوم 5 مايو القادم في الامارات، ان طبعا منتظرين الاعلان عن ملعب المباراه واللي هيتم الكشف عنه خلال الفتره القادمه. التقارير الصحفيه الاماراتيه بتقول ان الملعبين المرشحين لاستضافه المباراه هيكونوا يا اما ملعب محمد بن زايد او استاد النهيان. الماتش طبعا هيتلعب في ابو ظبي بناء على مذكره التعاون الموقعه بين مجلس ابو ظبي الرياضي والاتحاد المصري لكره القدم، واللي بتشمل استضافه السوبر مرتين على التوالي. يعني طبعا مباريات الزمالك والاهلي بيكون ليها طابع خاص، طبعا دي مباراه مهمه جدا، مباراه بطوله، وكمان بقى الفوز على الزمالك في مباراه مهمه زي دي بيكون ليه طعم خاص طبعا. ان شاء الله يعني يفوز ونكون بنحتفل. ملايين من البشر قاعدين مستنيين الماتش ده، لان زي ما انت بتقولي تاكيدا لكلامك، دايما اي لقاء بيجمع بين قطبي كره القدم المصريه صحيح. الاهلي والزمالك ايا كانت البطوله، ايا كان الدور حتى اللي بيلعبوا فيه قصاد بعض في البطوله، ايا كانت ايه هي، دايما الماتش ده بيبقى له خصوصيه شديده، واكيد بنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي. انا عايز اقول لك ان لسه الموضوع مش كونفيرمد، يعني مش اكيد، بس احتمال كبير باذن الله ان انا هكون موجوده في المباراه. فاكيد هنقل لكم كل حاجه، بس يعني التواجد هناك هيبقى ليه روح ثانيه، وانا نفسي احضر المباراه دي، لان هي زي ما انت بتقولي مباراه مختلفه ومباراه يعني بطوله، والاهلي والزمالك، ومن دلوقتي الناس كلها عايزه تروح طبعا بعد ما يتم الاعلان عن تحديدا ايه الاستاد. لكن انا بتوقع باذن الله ان هي هتبقى مباراه قويه جدا، تنافسيه شديده جدا، بس اكيد برضو بنتوقع الفوز باذن الله يكون للاهلي ان شاء الله. وايا كانت النتيجه هترسي على ايه في الاخر فيما يتعلق بالاستاد اللي هتتلعب عليه المباراه، هي كل الاستادات اللي موجوده في دوله الامارات الشقيقه كلها احسن من بعض الحقيقه، وكالعاده كلنا بنتابع اي مباراه بتقام على اي استاد اماراتي، بنتفرج على حسن تنظيم وحسن استضافه في كل التفاصيل. ها عندك ايه تاني؟ نروح بقى من الفريق الاول لكره القدم لناشئين كره القدم واهلي 2006 بيتعادل مع الاسماعيلي في بطوله الجمهوريه. فريق الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي مواليد 2006 تعادل مع ضيفه الاسماعيلي بثلاث اهداف، طبعا ده كان على ملعب الاهلي بمدينه نصر ضمن منافسات الجوله ال 11 من المرحله النهائيه لبطوله الجمهوريه. وافتتح التسجيل آدم سمير طبعا للأهلي في الدقيقة 35، وخلال الشوط الثاني سجل الإسماعيلي هدفين، ثم تعادل الأهلي عن طريق هشام مصطفى في الدقيقة 70، ثم سجل الهدف الثالث عن طريق عمر معوض في الدقيقة 88. وبهذا بقى التعادل رفع أهلي 2006 رصيده ل 56 نقطة، طبعا جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في أربع مباريات. طبعا بقى فريق 2006 كمان كان توج بلقب بطولة زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، يعني ده طبعا كان من كام يوم، كان قدر يفوز على فاينرد الهولندي بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة. قدر طبعا الفريق يحقق 4 انتصارات في 4 مباريات بالبطولة، وكان في أداء رائع. يعني الحقيقة انه مش الفريق الأول بس اللي بيشرفنا، كمان ناشئين، ويمكن انت يا هواندا كمان كنت حاضرة هذه المباراة. انا كنت فعلا متواجدة هناك في هذه البطولة وحضرتها من بدايتها لغاية نهايتها، وعايز أقول لحضراتكم على مدار الخمس أيام لبطولة زاد الدولية، وكان في أندية 4 أندية أوروبية كريم كانت موجودة بتلاعب النادي الأهلي وبتلاعب نادي زاد من الأندية المصرية، كان أستون فيلا وباناثينايكوس اليوناني وفيتوريا، وكمان زي ما بنتكلم في الآخر فاينرد، 4 أندية أوروبية كل فريق منهم مدرسة مختلفة. فكرة إن أنت تشوف فرق مصرية سواء زاد أو الأهلي بيلعب، بس الأهلي بقى أبهرنا، والأهلي عايز أقول لك إن برضو الناس كانت اللي هو حتى ناشئين الأهلي بيفوز، والله العظيم أنا سمعتها أكتر من مرة من كذا، حطيت لهم طب أنتوا زعلانين ليه؟ عايزين تبقوا زينا، يلا تعالوا، يعني الساحة مفتوحة للجميع. عايز أقول لك إن الكلام ده مش تردد من مصريين أو تابعين لأندية بس مصرية، ده في أجانب كانوا بيتكلموا باللهجة دي، وأنتوا عندكم الأهلي بس هو اللي بيكسب، فيعني أنا بتكلم بجد. الحاجات دي بتتنظر يا هنا، خلي بالك الحاجات دي يعني حاجة مشرفة بس فعلا. بس سيبك أنت، ملاحظ إن ليكي نشاطات رمضانية في أنا، أنت حساني جدا جدا
والله بصي ده بعد الفطار، قبل الفطار ببقى جسد بلا روح يعني. يعني مش موجوده. لا بس هي حاجه جميله يا هنا، واعتقد ان هي كمان اتذاعت يعني في اكثر من قناه، فلما تشوفي طرق اللعب، وانا عملت لقاءات مع برضو لعيبه من الفرق الاوروبيه المختلفه وسالتهم على الفرق بين الكره الاوروبيه والكره المصريه، كان وده اللي كان مفاجاه، قالوا لي اقوياء جدا في الملعب، عندهم سرعه قوه بدنيه، دي حاجات احنا كنا بنقولها على الفرق الاوروبيه، فانا سعدت ان ده اسمعه كمان على الناشئين عندنا. طبعا مظبوط، يعني روح الفانيله الحمراء الحقيقه بتكون من الناشئين حتى الكبار يعني. صحيح مظبوط. خلينا بقى نروح من اخبار كره القدم للالعاب الاخرى، ورجال سله الاهلي بيواصلوا تدريباتهم استعدادا لنهائي بطوله دوري السوبر. طبعا الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي قدر يحجز مقعد في دور النهائي من منافسات بطوله دوري السوبر للمحترفين، ده جاء بعد ما قدر يتغلب على الزمالك في 3 جولات دور نصف النهائي من البطوله، وده طبعا كان بنتيجه 91-57 ليحسم بقى الفريق تاهله الى النهائي. الفريق بقى طبعا بيواصل استعداداته، ومن المنتظر ان يلتقي في نهائي دوري السوبر امام الاتحاد السكندري، والمقرر اقامته في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، وطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال السله. ده كمان هيكون فاينل قوي جدا طبعا، زي ما احنا عارفين انه بيكون ديربي بين النادي الاهلي والاتحاد في كره السله، ناس كثيره جدا بتتابعه، عايزه اقول لك، وبيبقى كمان ردود الافعال على السوشيال ميديا كثيره، انا بستمتع وانا بقراها، لان دايما تلاقي كل فريق بيشجع، كل جماهير يعني تشجع الفريق بتاعها، وبيبقى فيه زي تنافسيه كده، وبعدين بقى لما بيفوز، والحمد لله النادي الاهلي من اكتر، لو هتيجي تقارن بطولات هنا وهنا هتلاقي الكفه تميل اكتر للنادي الاهلي، فبنتمنى ان شاء الله كمان ده يستمر او يتحقق مره ثانيه في الماتش الجاي. ده برده من الماتشات اللي ناس كتير هتبقى قاعده مستنياها، واكيد كل ما عندوش ذره شك ان هنتفرج على باسكت بول، حاجه محترمه جدا. دايما ماتشات الاتحاد السكندري مع النادي الاهلي برده زي ما الاهلي والزمالك في كره القدم ماتشاتهم ليهم خصوصيه شديده. بالزبط. نفس الكلام بحذافير، وينطبق على الاتحاد والاهلي في كره السله بالظبط. وكمان الحقيقة ان هم بقوا محققين زي دريم تيم، يعني اطلقوا عليهم لقب دريم تيم رجال كره السله، هم ماشيين بخطه ثابته جدا، بيحققوا سلسله من الانتصارات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وعايز اقول لك الاتحاد السكندري برضو من الانديه اللي مؤخرا، ما كانش في الاول، مؤخرا اللي المستوى فيها بقى افضل، فتحس ان برضو هيكون في تنافسيه شديده جدا. بس عايز اقول لك ده في ازمنه، ده بس ده زمان قوي. لا مش قوي، وحياتك طول عمر خلي بالك من حاجه، دايما في يعني دايما الاسماء اللي بتلاقيها موجوده في المربع الذهبي في اي نهائيات بطوله في كره السله لازم هتلاقي فيها نادي الاتحاد السكندري، ولازم هتلاقي فيها نادي الجزيره، ولازم هتلاقوا الاهلي، ولازم هتلاقوا الزمالك. بص الجزيره شويه الى حد ما في رياضات كمان مختلفه، بس الاتحاد السكندري الاخر 5 سنين انا مش عارفه، يمكن انت عندك معلومه، يمكن مش زي الاول، بس مش زي الاول يعني، دايما اكتر موجود. اهلي وزمالك يعني، الزمالك جت فتره تالق وبعد كده الاهلي الحمد لله، يجي نقارن، لا انا زي ما كنت بقول الكفه اكتر للنادي الاهلي عن الزمالك الحمد لله، لكن الاتحاد السكندري اعتقد ان هو بومينج الفتره كمان الاخيره، ده حقيقي. مظبوط. خلونا بقى نكمل اخبارنا. النهارده واليوم اخر موعد لتلقي مقترحات مسابقه تصميم شعار بطولات افريقيا لليد، النهارده كان اخر يوم لموعد تلقي هذه المقترحات طبعا بتصميم شعار بطولات افريقيا لكره اليد السوبر وافريقيا للانديه رجال وسيدات، وهتقام في ضيافه الاهلي خلال شهر مايو المقبل، وكان النادي بقى اعلن عن مسابقه للاعضاء والجماهير للتقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطوله. طبعا ده بيعبر عن احتفال الاتحاد الافريقي بمرور 50 عام على انشائه، وحدد النادي ايميل لتلقي اقتراحات المشتركين في المسابقه، وسوف يتم تكريم صاحب الاقتراح الفائز بتصميم الشعار. خلونا بقى لاننا ننتقل لخبر اخر، ومصر بتستضيف كاس العالم للجمباز في ابريل الجاري. مصر بتستعد حاليا لاستضافه كاس العالم للجمباز، واللي هتقام يوم 27 ابريل في صالات استاد القاهره، ومن المقرر ان يعلن الاتحاد الجمباز برئاسه ايهاب امين تفاصيل التنظيم في مؤتمر صحفي الاسبوع القادم. البطوله هيشارك فيها 40 دوله، واحدى طبعا دي سلسله بطولات العالم المؤهله إلى أولمبياد باريس 2024. يعني الحقيقة أنه مؤخرا في مصر بقينا نشوف أنه مش بيعدي شهرين غير وبيكون في بطولة عالمية منظمة على أرض مصر، والحقيقة أنه كمان بينجحوا في التنظيم بشكل بيليق باسم مصر. يعني هادو يا كريم، ده بنسب كبيره جدا، وحاجات كنا بنفتقدها. لو انا هرجع بلغه الارقام يا كريم شويه وهنا، لا تعالوا ارجعوا معايا كده تقريبا 10 سنين
10 سنين احنا ما كناش او اكتر كمان ما كناش بنحلم ان احنا ننظم بطوله واحده دوليه. ولما كان بيحصل كان بيبقى فيه حتى تشكيك من داخل من الداخل، يقول لك يا عم انت هتقدر تنظم حاجه زي كده. كان دايما عندنا الواحد يقلل شويه من نفسه ان هو ما يقدرش يعمل حاجه بمستوى عالمي طليق. لكن دلوقتي انت بتعمل وبتستضيف بطولات في كل المجالات وبتجيب وفود كبيره جدا وصحافه عالميه وغيره، فده من ناحيه السياحه الرياضيه ليه شق كبير جدا ومهم، ومن ناحيه كمان الرياضه المصريه ليه شق اخر وبنيه تحتيه وغيره وغيره. فلا طبعا اللي انت بتتكلمي فيه دي نقطه واضحه للعالم كله، نتمنى ان هي تستمر. وكمان بجانب ان انت بتستضيفي بطولات هنا، انت بتستضيفي بطولات وفي بطولات بيتم ان انت الحصول عليها في الالقاب الاولى او المراكز الاولى، فده بيعادل الكفه ان انت سياحيا ابتديتي شويه تتقدمي ورياضيا كمان ابتديتي تتقدمي، فطبعا ده اكبر دليل. فنقطه مظبوطه اكيد طبعا. خلينا بقى نروح لاخر خبر معانا النهارده، ودعوه حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص للالعاب العالميه الصيفيه برلين 2023، وجهت اللجنه العليا المنظمه للالعاب العالميه الصيفيه 15 الاولمبياد الخاصه واللي هتقام بالعاصمه الالمانيه برلين في الفتره من 17 حتى 25 يوليو 2023. طبعا كانت دعوه رسميه للفنان الكبير حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص الدولي لحضور الألعاب والمشاركة في الفعاليات، واللي طبعا هيشارك فيها 7000 لاعب ولاعبة وبيمثلوا 170 دولة، وطبعا بيتنافسوا في 26 رياضة أولمبية. وكمان بقى بتعد هذه تاسع مشاركة للفنان الكبير منذ اختياره في 21 مارس سنة 2007 سفيرا لتلك طبعا الحركة الإنسانية العالمية. وكمان قائمة السفراء العالميين للأولمبياد الخاص بتضم نجوم عالميين في مختلف المجالات. يعني دي كانت نقطة مهمة قوي. معلش قبل ما نختم معاكي، لأن أنا بحب قوي لما حد بيجي يبقى سفير لكيان أو حاجة زي ما نتكلم هنا الأولمبياد الخاص أو فئة موجودة، لازم يكون معبر عن الفئة دي. انتي تكلم عن حسين فهمي، طبعا هو يعني مش هقول ان هو يعني من الزمن الجميل اكيد، لا هو مش كبير كده، لكن هو ممثل له تاريخ كبير جدا. يمكن بعض الاطفال ما حضروش افلامه زمان او يعني افلامه مؤخرا بشكل كبير، لكن هو رمز كبير ورمز محترم. انا لما اجي اختار يا كريم لازم اختار حد معبر عن الحاجه او الكيان او الفئه اللي انا بهتم بيها، لكن في بعض الاوقات للاسف بتلاقي رمز لا ينتمي تماما، ودي حاجه بتحزن ان هي تلاقي اختاروا شخصيه لا تليق. وانت فاهم انا قصدي على ايه طبعا. فبلا ذكر اسماء، لكن لما اجي بختار حاجه بتكلم عن سفير الاولمبياد الخاص فهو فعلا حاجه يعني زي ما بتقال كده مناسبه بشكل كبير. طبعا نجم كبير وفنان شيك وراقي طول عمره حسين فهمي النجم الكبير. طبعا تحياتنا ليه، كل سنه وهو طيب واهل بيته طيبين. اسعدني الحظ في وقت من الاوقات ان انا اشتغلت معاه في المسلسل ده. عايز اقول لك على الصعيد الانساني كمان شخص شيك بكل ما تحمله كلمه شيك من معنى، فبطبيعه الحال الرقي المصري بقى. الرقي يعني المصري بتاع المصريين اللي احنا نعرفه للاسف مؤخرا ابتدى شويه يبقى مش موجود للاسف الشديد. على كل حال مش موضوعنا. هنا بجد بنشكرك جدا على التغطيه الاكثر من رائعه. نورتينا. انا اللي بشكرك جدا، واكيد سعيده جدا ان انا كنت معاكم النهارده. ببارك لكم مره ثانيه، وطبعا ببارك لكل جماهير النادي الاهلي. احنا انبسطنا بوجودك معانا، وكل سنه وانت طيبه ونورت الدنيا كلها في الاهلي في رمضان. طيب خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل ضيوفنا اللي هينورونا في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده من الاهلي في رمضان. خليكم معانا.